نعم. مثال رجل صام هذا اليوم يوم الخميس ونواه قضاء عن يوم من أيام رمضان، فهل يحرم عليه أن يقطع هذه النية في النهار؟ يقول رجل شرع في صوم القضاء قضاء رمضان، فهل يجوز أن يقطع هذا الصوم في أثناء النهار؟ فالجواب أنه لا يجوز، وسأعطيكم قاعدة مفيدة. كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي يبيح القطع. فإذا شرع في قضاء رمضان وجب عليه أن يتم اليوم ولا يجوز له قطع. إذا شرع في صلاة مفروضة وجب أن يتمها ولا يجوز قطع. وعلى هذا فقط، فإن كان قد فعل فعليه أن يتوب ويأتي بدله بيوم. نعم.